كليتك ايش قد غالي علينا، كنا نقدر نقتلك ونخلص منك، بس لازم يرد لك الجميل الغليون. غريب انه الكاميرات ما سجلت ايش بغرفه غسان. شفتي من خلال هاي الفيديوهات هسه صار عندنا دليل، ودليل كلش قوي، انا اعتقد راح يساعدنا. دليل ايش؟ شوفي انا انتبهت على توقيت الكاميرا اللي بغرفه غسان، اكو بيها قطع ما مبرر، يعني تقريبا 5 دقائق ما موجوده. يعني تقصد اللي بالضبط وقفوا كاميرا المراقبه لحد ما بصموا، ولهذا السبب انكتلت سعاد، لان هي الدليل الوحيد على عمليه التزوير اللي صارت. صح 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 صح، لا كلامك صح، ثاني دايخه ما اعرف شو اسوي، انصحني شو اسوي؟ بصراحه لازم تديرين بالك على نفسك، لان اللي قتل سعاد مستعد يسوي اي شيء حتى يخفي اثار الجريمه. ادير بالي على نفسي؟ طبعا، لحد ما تلقين دليل ودليل قوي حتى تثبتين بإدانتهم وتقدمين للشرطه. بصراحه انا اكو موضوع مدوخني من البارحه دا افكر بيه. منو هذول اللي خلصوني من هذول الجماعة اللي هجموا علي؟ ستار أنا قلت لك ما عندي أقارب أصلاً، بس ما أعرف ليش عندي إحساس كلش قوي إنه هذا الشخص يعرفنا كلش زين، بس المشكلة أنا ما أعرفه. أنت متأكدة مشاكة بأحد؟ أنا بس خلي أخلص التحقيق
وذاك الوقت راح اشرح لك كل شيء. شنو رايك فراس؟ سيدي انا لاحظت الطرفين واحد يوجه اتهامه للثاني واثنينهم ما عندهم دليل. استريح. انا التحقيق بالقضايا العائليه يرفع ضغطي بالله العظيم، يعني سوالف نسوان وطلاق ونميمه شنو اللغو هاي؟ حقك سيدي. واعتقد الطرفين تحفظوا على هواي شغلات. يمكن القضيه لغير توابع والله اعلم. فراس تاكدت من لون شعر اميره يشبه لون الشعر الموجود بيد ابو عزيز؟ بس قضية أبو عزيز قضية مختلفة وبعيدة عن قضية أميرة. بس إلا إذا. شنو بدك تفكر؟ إذا قدرنا نحصل تحليل دي إن أي لشعرها راح يخدمنا بالقضية. بس إذا ريدنا أخذ عينة من شعر أميرة نحتاج قرار من المحكمة. مو بس هيك، دليل لون الشعر ما يأكل بالمحكمة، لازم دليل قوي. سيدي بس هاي تبقى شكوك لحد ما تطلع معلومات جديدة. صح. بس شلون؟ اسمع أقرع. نعم. الغليون كلش راضي عليك ويقول خلي يستمتع وراح نحتفل. وقل للغليون أنا بخدمته وانت أخويا تعرفني أنا كل زين من أيام هي الله لا يرحمه. تتذكر جد اشتغلنا وياه وجد سهرنا وتعبنا وتاليتها ذبنا بالسجن قبل لا الله يأخذ عمره. لك شدت تحكي شدت خربوط. لك هذا مو لك هذا الغليون لك هذا يذبح بالقطمة. أريد الواحد من عندكم يسمع الكلام. افتهمت؟ افتهمت وأنا حاضر. اسمعني لعاد. نعم. الغليون سمع بيك أنت تحضر أرواح. إي صحيح كنت أسترزق. إي استرزق. بس هو عنده واحد من قرايبه ميت ويريد تحضر روحه. افتهمت؟ إي بس بلت بس هاي الطريقة الوحيدة اللي أخلصك منها وإلا القطمة موجودة. صار جريمة قتل؟ صدق كذب يا معود التورع ويا هاي البنية. كم مرة حذرتك لازم تنتبه. ايش بيك يا معود؟ هي مو لعبة عوفها شقد ما ريت. بعدين سحر تعتمد علي وماني ما أقدر عوفها بيك ظروف. يعني بالله ضعفت ايش راح يصير؟ أنا أريد أسألك من الناحية القانونية، يعني هاي الأدلة اللي عندنا كافية إذا قدمناها للشرطة نقدر ناخذ دليل قوي؟ طبعاً كافي، لأن أنت عندك أكثر من دليل. أول شيء سعاد من تدخل بدلة الممرضات، ثاني شيء البث من ينقطع بغرفة الغسان، وإذا يعتبرن دليل جنائي كافي على تورط سعاد والأطراف الثانية اللي بالمستشفى. زين تتوقع الشرطة راح يسألونا منين جبتوا هالأدلة؟ هي هاي كارثة، راح يتهموك بالسرقة والتعدي وتورط نفسك بنفسك. بس أنا عندي حل. شنو؟ نقدر نبلغ ونطلع بالسليم. شلون؟ لازم أخابر عمران. أوه إيش شلبت بعمران؟ أدري ماكو غيره بالمركز؟ ترى عمران خوص صديق وشهم ويفيدنا بهش مواقف، إحنا ليش بنستغله؟ بعدين أنت ليش تضوج من عندي؟ يا أخي ما طيقه ما أرتاح له، بعدين هذا خاف يورطنا. ما يورطنا وأنا أعرف أنت ليش تضوج من عنده. زعامة على مود الملكة مو؟ يا ويل لما أنت قلت لي لازم تقوي قلبك وتصارحها والحب من طرف واحد، صح لو لا؟ أبو الخوة وهيبه تختلف عن وصال. ما له علاقة، كله نفس الشيء. المهم احنا لازم نحكي ويا عمران لأن كل شيء يفيدنا. تتذكر سالفة أبو عزيز شلون طلعني مثل شعر من العجين؟ ما لك علاقة، أنا راح أحكي وياك كصديق مو كضابط. يمي بدر بيك العفو، هاي التصاميم كلها والمشاريع وال وهنا. السلام عليكم. عليكم السلام. تركنا وحدنا. تؤمر بيك. شو تريد؟ جاي اتصل عليك ودز لك المسجات وانت ما تجاوبني فقلت خلي اجي اردفتهم. ايش بيك وياك؟ انا اللي اردفتهم، انت شو تريد؟ محتاج فلوس؟ مر على الحسابات وخذ المبلغ اللي تريده. يلا فضني. لا انا ما جاي اريد فلوس. انا جاي اردفتهم ليش تعاملني هالشكل؟ والفلوس ليش تضيع منا ومنا؟ انت يا هو مالتك بالفلوس، فلوسي ومن حقي اتصرف بها مثل ما اريد. لا هاي مو فلوسك وحدك، هاي فلوس امي همين، وانت تعرف كل زين هذا الشيء. وحتى فلوس امك من حقي اتصرف بها مثل ما اريد. واني وخواتي. انت شو تريد من عندي؟
عمي سووا اللي تردوه بس لا تدخلوا بشغلي. يا شغل هذا ها؟ مراكز التجميل لو ركض ورا النسوان منا ومنا. اسمع لك بتأدب من تحت شوية أبوك. هسا عرفت أنت أبويا. استحي استحي على شيباتك تركض ورا النساوين، كافي عاد. اسمع لك تشيل شوالاتك وترجع للمكان اللي جيت منه، افتهمت؟ ومثل ما قلت لك قبل شوية، معتاز فلوس مر على الحسابات واخذ المبلغ اللي تريده وفضني. يلا فضني عاد. ما أريد فلوسك وما أرجع إلا أخذ حقي وحق خواتي. ما أطلع واني دا أشوفك دا تبعثر بالفلوس منا ومنا أبد. حقه وحق خواته. يلا أخويا صبحي. وين؟ شنو وين؟ المكانك. اي شوف باوع. نعم. حضرنا لك كل شيء. ها كل شيء حاضر. يلا بلش. بس علاوي انت ما قلت لي يعني روح من حضر. لك انت غبي لو تتغابه. انا مو قلت لك الغليون عنده واحد من قرايبه ميت ونريدك تحضر روحه. اي 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 بس لا تبشبش ترى يودوك للمثرامه. قوم قوم للمثرامه. لا لا حاضر يا مثرامه كل شيء حاضر. هذا الوراق حاضر حاضر محروف باسم هاروت وماروت. اطلع يا غافي من التابوت. صبح الأقرع. مهدي. اي انا روح مهدي اللي ما تموت. لا 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 دخيلك دخيلك. لا تخاف لا تخاف انت اخويا. امشي امشي. اقرا هدي. اي اقرا. شاب شنو الصاير؟ ترى عايفكم وشغل بالمكتب وجاي وما عندي وقت لسوالفك. فسولف لي. ها عفوا العميره شنو سخيفه بس يعني الموضوع شويه مهم وما راح ياخذ منك اكثر من نص ساعه. بالبدايه انتم تعرفون بعض. ستار صديقك وجيرانك وما اعرفه. بالضبط. اختصر لي عايفكم وشغل جريمه حاير بيها. زعامه سولف لي. بصراحة يعني هو الموضوع المهم يتعلق بهاي الجريمة اللي هسه انت تحقق بيها. زين مال هاي البنية قتلوها سعاد. عندك معلومات عن سعاد؟ بصراحة اي ومعلومات كلش مهمة. بس ترى انا قبل ما احكي عندي شرط. عندك معلومات عن سعاد؟ الجريمة اللي حاير بيها اني وتقول لي الشرط؟ لك هذا يحكي صدق هذا؟ ابو العميرة بس صابك خلي افهمك الموضوع بس دقيقة. بابا هذا ينشالي ندب جوه يسولف لي كل اللي اريده. وراس العبود حقك بس هسه راح نسولف لك الموضوع من البداية للنهاية. سولف. زعامة احكي. شنو هذا خاله؟ يا والله ما كان اكو داعي فدوه لقلبك تسلمين. شنو؟ امي تقول لك انه هاي هدية بسيطة مقابل الشيء اللي انت سويتيه ويانا حبيبتي. ولو ماكو شيء جازيك حقك فدوى لقلبك. تفضلوا اقعدوا. طمنيني شنو الاخبار؟ اخبار كلش زينه وانا كلش زينه بالدراسه. حتى المديره القديمه راحت وجابوا بمكانها وحده احسن منها بهوايه. ممتاز. بس هسه انت لازم تلتزمين بدراستك حتى تعوضين كل المواد اللي راحت عليك. اكيد. بس ممكن طلب صغير؟ طبعا. ممكن تقولي لهم انه يرجعون ريم ورنا وفايزة للمدرسة لان انا خلاص سامحتهم. بس احنا اصلا ما عاقبناهم، وديناهم الغير مدرسة حتى يتعلمون من اخطائهم. ان شاء الله يتعلمون. بس تعرفين
أنا كلش فرحت بهذا تفكيرك، هذا الدليل على طيبة قلبك، وبقيتي متسامحة دائما. ها خالة وين؟ راح تروحين؟ حبيبك. تمام. سلوى لازم نبقى على تواصل، احنا متفقنا احنا صديقات؟ صح، وأنا أصلا ما راح أقدر أعوفك أبد. حبيبتي في دول قلبك. باي باي. العفو. تفضلي دكتورة. عاشت إيدك. أحسها متغيرة كلش، صايرة إنسانة ثانية. أي حبيبتي في دول قلبها. الحمد لله. سيادة الرائد، حاول تهدأ. أنا سحر خولتني أتفاوض وياك، بس شرطي هو أنه أنت ما تسألني هاي التسجيلات منين. بالضبط، يعني التسجيلات نوديها للمركز بس المصدر يبقى مجهول، لأن بصراحة إحنا ما نريد نفوت ستار بسينوجي. والأكثر من هذا، سحر ما راح تقيم دعوة لحد ما يكون عندها دليل قاطع تثبت بيه إدانة غسان وأميرة، لأن هذا بصراحة يشكل خطر على حياتها. زين، على أساس أستخدم التسجيلات أنا؟ بعدين اللي ذكرتوه بمعلومات مهمة، يعني دخول سعاد للمستشفى وياه انقطع تسجيل الكاميرات بغرفة غسان، دليل أذبهم بجوة. والأميرة رتبها بعلاقاتك رئيس. باعوا، ماكو غير حل واحد، دزون تسجيلات بيتفاعل خير بسرعة للمديرية. أوكي، اعتبر فاعل الخير وصل. وريد من عندك شنو؟ تخلي ورقة سجل بيها التوقيتات المهمة للتسجيلات. ماشي؟ ماشي. شلونكم شباب؟ شلونك حبيبة؟ ما حد بيكم شاف محمود؟ انقلبت عليه الكلية كلها وما لقيته. بابا هذا الطبيعي مالته، محمود واحد مزاجه كل شوية برأي. بعدين سلي نفسك، يجوز أنت مزعلته. أنا مزعلته؟ ليش؟ لا يعني مو أقصد مزعلته، بس يعني عادة مشاكل الحبايب يحير بيها الرايح والجاي. حبيبتي أنتو صاير شي بيناتكم؟ كل شي ماكو، آخر شي حكينا بالليل وكان الوضع طبيعي. خبرت الصبح لقيت تليفونه مغلق، أنا كلش ضال بالي. جميل، أنت تندل بيتهم؟ لا ترى أنت عايش ببيت محمود أكثر مما عايش ببيتكم، شنو ود؟ لا هم دائما تعرفين ليش السيلين، ليش السيلين دائما ليش؟ جميل، خلي نروح لهم. عيني البنية خايفة، أخذها وروح وطمنوا عليها وقولوا لي أنا ما حقدر أجي وياكم ترى عندي امتحان. قوم أخذ البنية. يلا جميل. امشي امشي. أصدق بحسن، أبقي أبقي راسبة إن شاء الله. خير ست أميرة، خو ماكو شي. اسمعني زين، سحر هالمرة ما راح تسكت، أكيد راح تسوي شي. شو تريد تسوي خلي تسوي، إحنا بالسليم. جدتي وراد تشوف الكاميرات وأنا ما قبلت أشوفها كاميرات المستشفى إلا بكتاب من الشرطة. هالمرة الوضع مختلف تماماً، هي هسه متورطة، يعني مو بعيد تروح للشرطة وتقولهم أريد أشوف الكاميرات. يخلي يجون هم نفسهم يشوفون قابل شكو، ماكو شيء. لا بالله، وما راح يقولون إيش معنى الكاميرات وقفت ويا دخول سعاد للغرفة. شنو يعني كاميرات وعطلت؟ يقولون صار عطل بالكاميرات. وشنو هالصدفة الجميلة، الكاميرات ما تعطل إلا من سعاد تدخل للغرفة. أنا قابل شنو تردين أسوي؟ ما أعرف، انت المسؤول قدامي، اتصرف، شوف لنا حل، ما ادري، سوي اي شيء قبل ما الفاس يوقع بالراس. عندي حل. شنو؟ راح نفوت نحرق غرفه كاميرات المراقبه، بس هيك عمليه تحتاج هواي فلوس، وانت تعرفين تقيمين الموضوع بعد. ماشي، سوي اللي انت تقول عليه وانا باشر راح احول لك الفلوس. لا لا استميره، التحويل اليوم والمسح بالليل بعد رساله التحويل. ماشي. حلو، ما دام ماشي انا راح اروح وانتظر رساله التحويل. اول ما توصل رساله التحويل تابلو كل شيء. انت يا ست، مع السلامة. كسار. نعم ست. تعال. قبل ما أصعد للطيارة أريد أقرأ النعي مال هذا، افتهمت؟ مو تمرين أمر ست. يلا يجيش خبرك. هلا وكل الهلا بيكم. خاله حبيبتي ليش كلفتي نفسك؟ لا بالعكس، انا افرح من يجون اصدقاء ابني. تسلمين خاله، ممنون. انا اذا تحتاجوني هنا بالغرفه. هاي امي بدي اروح لك. اسف وصال، موضوع السياره دوخني والبارحه شويه كنت تعبان. لا محمود، انا اذا احس انه انت ضام علي شيء، يعني اذا اشوف انه اكو شيء مخليك ما مرتاح. يا جماعة إذا أكو موضوع شخصي أعوفكم وأروح. أروح؟ أقعد معاوت قد. احكي محمود، ليش ساكت؟ يحكي شبيك؟ ترى احنا شباب بيناتنا ونعرف أكو إعجاب بينك وبين وصال.
السالفة بلشت وياي من زمان، يعني تقريبا 10 سنوات هيك تقريبا. طبعا أني حسيت بديت أكبر بالعمر وقمت أتخيل أشياء، يعني ويا ما يتقدم العمر تخرب ملامح الوجه، ترهلات، تجاعيد، قمت كل شيء أسوي ما أقتنع بشكل دكتورة، قمت أروح أبابا أعلم رأيه، إيه ما حلو شكلي، قمت أخاف من كل شيء، قمت أخاف حتى أطلع بالشارع، أخاف الناس يشوفني. شاب ما إلى أي علاقة بمشاعري. بس شاب من حكي وياي؟ يعني حسيت إنه أكشي بيناتكم أنا ما أعرفه. أنت تعرف مشاعري زين، وشاب بالنسبة إلي جار وصديق مو أكثر، بس يجوز هو حكي هيك لأن خايف عليه. يابا لازم ينحل الموضوع، إشهاب مو من حقه يتدخل بوصال بأي شيء، بس مع ذلك نجتمع كنا ويكون إشهاب قاعد ونفهم منه صاير. لا جميل، هذا الموضوع يخصني أنا وحدي، وأنا اللي راح أوقف إشهاب عند حده، راح أخليه يجي ويعتذرها. قمت أحس من أسوى عملية تجميل بالأيام الأولى، فرحانة وطايرة من الفرح، بس بعد كم يوم هم ترجع لهاي الحالة. أباوة على شكلي بالمراية بشع ما حلو. تدرين إيش أتمنى دكتورة؟ أتمنى عندي مساحة وأمسح شكلي من المراية. تعال عندي حبيبي، ركز علي منيح، بس نخلص تحضير الطبخة بتاخدوا استراحة، وبس يجي المعلم علاوي بتخبره انه بكرة لازم اروح على البنك وضروري. فهمتني منيح ولا عيد؟ صار معلم دلع. صاير ذكي هالايام، تقبر قلبي. يلا على الشغل، يلا على السريع شوي. دبليو شلون بيها اخر موديل؟ حبيبي ما لي وراها تمام. يلا الساعة شامل مروتك رحمة على والديك، الله يخليك ويحفظ لك ان شاء الله للعائله. استاذ انا ما راح اقدر اسدد مبلغ السياره الا تفكون الحجز منه، واذا ما فكيت الحجز منها انا يعني مضطر اروح اجيب محامي والغي العقد. تلغي العقد شنو؟ شنو هي بكيفك؟ اسمع لا تنسى انت موقع على وصولات امانه بسعر السياره، واني لو ما اخاف الله وابن حلال كان انت هسه بالسجن. بس استاذ هذا مو عدل. بابا يا عدل يا عدل أنت الله على الشيطان، استغفر الله. أنت كسرت خاطري. اسمع أنا راح أقول لأستاذ سعدون وأسلمك السيارة على مسؤوليتي، افتهمت؟ بس بشرط تشتغل بالسيارة وتسدد الأقساط مع الفائدة، افتهمت؟ افتهمت والله العظيم، راح أشتغل من الصبح للليل وإن شاء الله أسدد المبلغ كله ما أقصر وياكم. ألف رحمة لوالديك أستاذ، الله يحفظك ويحفظ لك العائلة يا الله، والله راح أخلي أمه تدعي لك أستاذ. خلينا نشوف. أني حاسة بك وراح أساعدك، بس أهم شيء أنتي حابة تساعدين نفسك. هي دكتورة علواء قوليلي قوليلي شو أسوي. هو هذا السؤال اللي راح نحاول نلقى إجابته ونتأكد من عنده. شلون نتأكد من عنده؟ شوفي راح أقولك فد شغلة، كل البشر حلوين، بس أهم شيء جمالنا الداخلي قبل الخارجي، لأنه حتى رب العالمين قالها إلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. وهم تعرفين أنه عمليات التجميل من غير سبب هي تعدي على الجسم. المهم هسا هذا الموضوع بعدين نحكي به. هسا احكي لي شلون كانت طفولتك؟ جماعة الأعضاء اتصلوا بيه يقولون الدكتور يقول تحركوا أكثر وأكثر لأن هواية أكو زبائن تريد كله ولازم نسوي لهم تصاوير وأشعات. حلو، هو هذا المطلوب. أنا شريت بس قلهم الأسعار زادت. ماشي، وهذا صاحبك فواز خلي يشوف المطلوب بسرعة. ماشي. نسيت أقول لك هذا الطباخ الغضب. شبيه الطباخ؟ أنت مو تعرف يريد فلوس، باكر راح يروح للبنك ويحول فلوس الأهل. شلون؟ خلي جابر يصرف وياه. لا لا، جابر ما أعتقد يقدر. عمي هذا عنده توزيع سلاح، يعني يومين ما يخلص. لا، دزوا يا أبو جاسم والواوي. بس لا تبس بس، ما أريد دوخة راس علاوي. عماد شلونه؟ عماد، عماد لوز اللوز. وأبشرك باقى للصنعة من هذا الطباخ اللئيم، وخلال يومين الطبخة الأولى تكون جاهزة. كلش حلو، هذا عماد يعرف للمصلحة كل زين. أما هذا الطباخ راح ألقى من منين؟ من مهدي لا أسويها وهم من منين؟ شنو؟ من لدانا. شبيك؟ لدانا. وراح نشرب بصحة الطباق. واريدك ترتاح. وارتاح. سيادة الملازم، أنا ما لي علاقة. أنتوا تسوون غلط كلش كبير. واتقال موظف من دون أي دليل على اتهامكم سيدي. دصعد بلا حكي زايد. موظف. أنا ما لي علاقة سيدي. أنا سمعت تهمني سيدي. بعدين أنا حكيت وياك شيء لان انا حريص عليك لا اكثر ولا اقل. حرص؟ شاب انت ليش ما اجيت حكيت وياي؟ يعني قلت تخاف تزعلين او شيء. وانت عبالك من تروح تحكي يا محمود ما راح ازعل؟ شوف شاب، وصال المراهقه اللي كل ما تشوف شاب تتاثر بيه تغيرت. انا حاليا طالبه جامعيه مثلك ومسؤوله عن نفسي، وما اسمح لاي احد يتدخل بخصوصياتي او يسوي نفس المحامي مالتي ويحكي بمكاني. بس انا يعني اقدم من عندك بالجامعه واعرف جو الجامعه والطلاب كل زين، وهدا مثلك بسرعه توقع على راسه. انا حكيت وياك شيء وراسه العبود على مودك لا اكثر ولا اقل. شوف شاب، احنا اتفقنا ان نكون اصدقاء، فاذا رايد تحافظ على صداقتنا لازم تعتذر. اعتذر؟ بس انا يعني ما كان قصدي هيك. شاب، الامور واضحه ما يحتاج لها شرح. من رخصتك. اي لا شوف، احنا بصراحة نريد نعرف ايش وقت ينطلق ونوع السيارة وخط المسير مالتها. ايه لا، انت تأمر امر حبيبي، تأمر امر. المهم نضرب ضربة معدلة. مع الف سلامة، الله وياك. خليل، ترى اذا ما ردينا الصاع صاعين السالفة راح تبرد. يا تبرد حبيبي حماد، يا تبرد والله. لا أخليه شب نار للسماء وما ينطفي. هاي الضربة اللي رتبتها إليه راح تكون مفاجئة. يعني شلون حزام ناسف وينفجر. خليل فد وروح له، رحمة لوالديك شمن تظرين. انت بس ريح أعصابك، انطينا مجال وباكر راح تشوف خويك خليل أكتع ايش راح يسوي. غريب؟ نعم استاذي. جهزت جماعتك؟ جاهزين. ما اريد اي خطا. زين؟ جاهزين. الليله خلي يريحون، وباكر من الفجر ويا طقه البريج اريد الكل مستعد. جاهزين استاذي. تحرك. منو؟ اني عيني ست، موظفه من المحكمه.
وسهلا. اهلا بحضرتك ست. ست هذا العقار رقم 722، حضرتك ست سحر توفيق؟ اي نعم اني. العفو ست عيني، هنا عندنا بلاغ المفروض توقعينا بخصوص المالك الجديد اللي اشترى نص البيت. تفضلي ست. عزيزي هذا البيت مالكم ولا اخوي؟ اكيد انت غلطان. لا عيني لا، هذا انباع من عنده 50% والمالك شركة الماجد للأكل السريع. شركة الماجد؟ من البائع؟ البائع أميرة حسين بموجب عقد ووكالة عامة من الأستاذ غسان. تفضلي يعني ست وقعينا. تفضلي هنا. نعم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا، الله يحفظكم. بس لا عطلتك عيني ست نور. خير؟ ايش رايك؟ اريد احكي وياك حكايتين. اعذرني ما عندي مجال. اها ما عندك مجال؟ ايش قد حلو. بس عندك مجال حتى تسوين مو؟ كان بودي اسمعك، هسه استاذن. اسمعيني هسه احسن من بعدين. اقعدي اقعدي وسمعيني للاخر. تفضلي اقعدي. اقعدي رقبتي قام توجعني. تفضل. يلا أميرة فضيها، ترى تأخرنا. أقول لك إحسان، أنا شو قلبي ما مرتاح. أنت شبيك تهوسين؟ ما تقولي لي شبيك. أميرة ترى إحنا بخطر ما دام بعدنا بالعراق. زين الشركة مال الحوالات اتفقت وياهم على مود الفلوس يحولوها؟ طبعاً اتفقت، وهذا أهم سؤال. اليوم التسليم مالتها وكاش. على كيفك وياي شوية. يلا مو راح نتأخر. يعني أنت مضبط كل شيء؟ كل شيء مضبط. ما نسيت كل شيء؟ أبد كل شيء ما ناسي. شو شو أميرة؟ هذا شو هذا جاي؟ ما أعرف. شكو؟ يا رب سترك. خليك طبيعي. آسفين مضطرين نأخركم عن السفر شوية. ممكن نعرف شنو السبب؟ أكو أدلة جديدة ومحتاجكم بالمديرية. خذوا إياهم. يعني شنو الموضوع؟ بس على كيفكم. ما يصير هالشكل. هسه نفتهم، لازم نفتهم شنو الموضوع. هسه خابر محامي. غير نفتهم شنو الموضوع. غير نفتهم نعرف وين مودينا. ما يصير هذا الكلام. ما يصير هذا الكلام. وين مودينا؟ ولا يهمك. اهدى اهدى. يعني بنيه مثل عمرك شابه وصغيره، شو تريد من واحد رجال كبير مثل ابويا؟ اقول لك انت شاليه. اقول لك انا ما جاي هنا حتى نسولف ونضحك. لا حبيبتي اسمعيني زين، اخذتي اللي اخذتي ما شاء الله، فلوس هوايه، عمليات تجميل باهظه الثمن، سياره اخر موديل، بس لهنا كافي. إذا تقربتي مرة ثانية من بدر الغافل ترى ما راح تشوفين الشيء اللي يعجبك. فهمتي؟ تعرف أنا شنو أقول؟ تجيب هالهاية وترجعها هنا أفضل. وبالنسبة لبدر الغافل اللي هسه عرفته هو بابا، أقول لك منين طلعت لنا؟ ها منين؟ سمعي، شوفي لك واحد غيره تنصبين عليه، اخذتي اللي اخذتي كافي. بالمناسبه انا هسه راح اروح واخلصك من عندي يا فاشينيستا، اوكي؟ وسمعي كلامي زين وحطي حلقه باذنك، مفهوم؟ وبالمناسبه هذا الحساب مال الكيكه والعصير راح تدفعين من فلوسنا اللي بكتين. زين حبابة؟ بيبي. ترى هلكنا اليوم بالله العظيم. بس الأخبار حلوة سيدي. من كان متخيل إن نقدر نلزم أميرة وإحسان خلال 24 ساعة؟ الفضل كله لصاحب التسجيلات اللي دزلنا إياها.
أما إذا طلعت تحليلات الدي إن إيه مطابقة فضربة قوية للعصابة، وما تعرف ممكن تفتح لنا باب جديد لغير جرائم. كلامك صحيح سيدي، وما حد كان مفكر إنه مقتل سعاد ممكن يودينا المقتل أبو عزيز. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. سترى أنا كلش أشكرك. يعني جديات ما أعرف شلون أجازيك على اللي سويته وياي. هسه يلا حسيت إنه أكو أمل بنص ظلمة صار لها سنين وياي عايشة. شكراً لك. حبيبي وصال أنا كلش فخورة بيك. والشي اللي سويتيه إذا دل دل على وعيك بمشاعرك وقمتي تعرفين تتصرفين. إيه بس أنا خايفة شهاب لا يزعل لو يتأثر، لأن كلامي كان كلش قاسي وياه، وبصراحة أنا أول مرة أكون هيك. ما يخالف حبيبتي، أحياناً القسوة مطلوبة، وبعدين هو لازم يعرف إنه هذا حب من طرف واحد وهو دا يعيشه. يعني بصراحة محمود هم قال لي نفس هذا الحكي. شوفي أنتي ومحمود هماتين تحت الاختبار، ولازم شوي تفكرون بعلاقتكم صح حتى تعرفون تتصرفون بعدين، يعني لا تتسرعون. أريد أقول لك على شيء. شنو؟ يعني أنتي أول واحدة تعرفي. محمود قال إنه يريد يخطبني بالصيف ويشتغل بالسيارة ويكمل دراسته، وقتها نقدر نأسس بيت صغير على قدنا. يعني راح يصير عندنا عرس قريب؟ إيه؟ هاي الأخبار الحلوة من البداية. إن شاء الله يا ربي الله يوفقكم ويسهل أمركم. يا مو على البرنامج، اللقاء مالتش لازم أشوفه. تمام لعد أنت شوفي، أنا كلش تعبانة لازم أروح أرتاح. بقي قاعدة تفرجي وياي. ما يخالف حبيبتي، باكر أشوفه. تصبحين على خير. وأنتي من أهله. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم العائلي مع الدكتورة وهيبة. أهلا وسهلا دكتورة، نورتينا وشرفتينا. أهلا بكم. في آونة الأخيرة انتشرت ظاهرة جدا غريبة، وهي اختفاء الشبان بدون أي أثر، ويبقى سؤالا عالق بدون أي رد، ما الذي يحدث؟ يا الله إيش قاعد يصير بالعالم؟ إيش قاعد يصير بالعالم؟ قتل، نهب، سرقة، غدر، لا وهن أبو شغلة جديدة، الاختفاء الغير مبرر. شلون عايشين؟ ما ادري شلون عايشين، ما اعرف شلون عايشين. يلا قول يا الله يا رجال، هاي السوالف موجوده بكل العالم، بس هم ذولا شويه يبالغون. لا ما يبالغون، لان انا سامع بيجي شغلات وصايره، بس شوفي انا اخاف على اليمن، على هذا ابن شهاب اللي هو طلع عندنا الشيء الوحيد بهاي الدنيا، انا خايف عليه. قول يا الله يا الله يا الله. لا وبعدين من اقول له؟ يقول لي شنو انت تخاف علي انا صغير؟ انا هو دا يشوف اللي دا يصير، شنو دا يصير؟ بس انا لازم احمي، لازم انا اوديه للكليه واني ارجع علم الكليه، والله كريم. قول يا الله وادعوا لي يدك، بس الله يحمي. الله يحمينا كلنا، الله يحمينا كلنا. احنا وين عايشين؟ عايشين بغابه، وان شاء الله الله يحمينا كلنا ومن هذا اللي جاي. امين يا رب. امين امين يا الله. أنا فاشل بالحب ولازم اعترف بهذا الشيء، كيف اكذب على نفسي؟ شهاب عايش بيك، ايش ذا تحكي انت؟ يعني شنو اللي خلق وصال ما خلق غيرها؟ بالعكس انا اعتقد اللي صار لمصلحتك. مصلحتي؟ يا معود انا طلعت واحد فضولي قدام محمود ووصال، ويتدخل بخصوصيات اصدقاء، وانت تعرف كل زين انا ضوج من هذا الموضوع. ماكو هيك حكي، ماكو هيك حكي شهاب، اللي سويته كان كلش ضروري، ووصال كانت كلش واضحه وياك، هذا الشيء راح يسالك تنساه. وانت شنو انا؟ اها تقصد وهيبه؟ طبعا الملكه حبيبه القلب. والله يا ابو الخوه اكذب عليك اذا اقول لك اعرف. ما اعرف اقول لك. انا تعبت، امشي خل نروح. انا جوعان. يلا قوم ما يخالف، عزمك على لفتين فلافل. ما تقصر زعامه، بس عندي طلب اخير. اهو شوف هو هذا اللي يعطيك عين. الشاحن اللي عطيتني اياها همين عطلت. يا هي مالتي مال التليفون. مو عطيتك قبل كم يوم؟ اي خربت مال جالكسي. اخ اخ لك انت راد لك قلب كلش كبير، واني ما اعرف شلون راح اتصرف وياك، بس تدلع. بس يا احلى ولزقه. نعل ابليسك بيها. يلا امشي. العمل الواضح ما يحتاج توصيات، لأنه محكوم بالقانون، والقانون هو أصلاً واضح.
ممكن توضحين أكثر دكتورة؟ يعني مثلاً أكو دراسة بموقوفين بتهم تعاطي المخدرات والتجارة بها. نعم. وهاي الدراسة أثبتت أنه أغلب اللي تم القبض عليهم هم ضحايا لانتشار المخدرات وترويجها، بينما لا يوجد أمر قبض بحق زعماء العصابة، تجار المخدرات وتجار الأعضاء، وهذا مؤشر خطير عن ارتباط الجريمة المنظمة بالفساد المنظم. هاي طالع على بيبيته وحاطة خشمها بالرايح والجاي. ايش قد اكره، دمرتني هاي، دمرتني. تدري هاي اكبر عدوة للموزعين الصغار تجار الاعضاء، وصارت مشهورة بين المدارس والطلاب والمناطق الشعبية. هاي راح تقطع رزقنا. لا لا خليها، بالعكس احنا لازم نوقف وياها. شنو؟ أقول لك تقطع رزقنا تقول نوقف وياها؟ شلون؟ دزلها درع جواد الماجد وياها بطاقة مال أكل. بس 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 ما أريد هاي البسبسة، إحنا لازم نوقف وياها. أما إذا هي فاتت على طريق واحد من عندنا هناك راح يصير له وياها تصرف ثاني. أي هسه افتهمت. جاوب يا عاد. تالي تدلل علي؟ اي دلال. لا والله من يوم اللي اجي مفيد لهنا أنا خرب علي كل شيء. سهلا ابو جاسم. واوي انتبهوا لي زين، تاخذون الطباخ للبنك بس يخلص شغلته تجيبوه هنا راسا، ما اريد لا تروحوا لا منا ولا منا، مفهوم؟ لا تهتم استاذ علاء، اطمئن. يلا ولو. يلا شباب بسرعه. ارتباط الجريمه بالفساد. قد يسال سائل لماذا هذا الربط بين الجريمة والفساد؟ فالفساد بحد ذاته جريمة، لكن مبررات هذا الربط هو أن الجريمة تحدث على أرض الواقع، بينما الفساد ينهش القيم والأخلاق الخاصة والعامة، فالفساد يحمي الجريمة. موضوع هذا البحث الرئيسي هو كشف العلاقة المركبة في المؤسسات والمجتمع، الأفراد وحتى الحياة، وكيف تعبر الجريمة دون حساب. راح أوصيكم وجبة 50 جوم حتى تاكلون كل زين، اريدكم اليوم تاكلون كل زين. عربي شلونك؟ هلا باشا، هلا بيك. ما عندك فلوس تسدد ديونك؟ عبالك الغليون ينوك الحقه؟ باشا فدوا اروح لك، والله ما عندي، والله ما عندي، ابوس رجلك، ابوس ايدك طلع. سهله سهله باشا فدوا. سهله سهله، أنا متنازل عن حقي بس راح أخذ من عندك شغلة كلش صغيرة. أنت مو عندك كليتين؟ أنا راح أخذ واحدة. ما شاء الله يخليك، فزوا روح. خلدون قالوا نظرك 6 على 6. تدري ايش محتاج منك؟ بس القرنية. إي لا تخاف راح نخدرك ما تتوجع. خلي نشوف القرعة علي من اليوم. ايش عندنا من زنزانات؟ 9 10 12 14. طبعي انت حسابك كلش ثقيل. جميل.
امروسك امروسك عف عني عف عني اطلق سراحي يا ارحمني فجوة ابو سيدك. انت حسابك كبير عندي سمين. انا حاضر ايش قد ما تريد ادفع ابو سيدك بس عف عني. لا 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 دينك ما يسد بفلوس. دينك راح اخذه من عيونك. امروسك امروسك دخيلك.